مشروعات بإدارة التربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. احنا اليوم ننظم، يعني الأليكسو تنظم مع سفارة المملكة الإسبانية بتونس ومع المركز الثقافي ومع مندوبية كاتالونيا لدى الجمهورية التونسية ندوة علمية حول استحضار الماضي المشترك واستشراف الغد. هي ندوة تربوية علمية ثقافية، الغاية منها هو تعزيز الحوار العربي الأوروبي وذهب بعيدا بهذا الحوار نحو شراكة استراتيجية مستدامة. الغاية منها هو دعم التعاون بين الدول العربية والدول الأوروبية، خاصة في مجالات التربية والتعليم والثقافة والبحث العلمي. الندوة يعني قسم الأول منها كلمات الضيوف أصحاب السعادة، السفراء، سفير إسبانيا، سفير كان حاضر كذلك شرفنا بالحضور سفير الأرجنتين وسفير دولة الكويت وسفير فنزويلا وكذلك سفير كولومبيا، إضافة إلى ملحقين ثقافيين بعدد من السفارات. هذا القسم الأول. والقسم وتوج بتوقيع اتفاقية ما بين المنظمة ومركز الثقافي الإسباني لدى الجمهورية التونسية. والقسم الثاني من هذا اليوم هو ندوة علمية ويتداول على إلقاء كلمات أو مداخلات علمية فيها أساتذة من إسبانيا تم دعوتهم خصيصا لهذا الموضوع، وكذلك أساتذة من الجمهورية التونسية. والقاسم المشترك بينهم هو دراسة الثقافة العربية من ناحية والثقافة الأوروبية ووجوه التلاقح بين الثقافتين، دائما بالتركيز على مسألة التربية والتعليم والثقافة والتراث المشترك.